أما بعد، فيا عباد الله، إذا قيل هل طلب العلم الشرعي واجب على كل مسلم؟ فقل نعم، فيما لا يعذر الإنسان بجهله فإنه يحرم عليه أن يترك العلم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند ابن ماجه والبيهقي: طلب العلم فريضة على كل مسلم، بل إننا ندعو الله في كل ركعة أن يعلمنا: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كيف تهدى بدون علم؟ لا هداية إلا بالعلم الشرعي والاجتناب لطريق من ضل من اليهود والنصارى، وهم المغضوب عليهم والضالون. لا نجاة بإذن الله عز وجل إلا بطلب العلم الشرعي. إذا قيل من عنده علم وترك العمل به يعاب، أيعاب أيضاً من احتاج إلى العلم وتركه؟ فقل نعم، بل إن الله عز وجل شبههما بالحمار، فالذي عنده علم ولا يعمل به، قال عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. من ترك العلم مع حاجته إليه، ماذا قال عز وجل؟ فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر، جمع حمار، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. القسورة الأسد أو الصياد. إذا قيل ما معنى قول الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ووجدك ضالا فهدى؟ فقل: هذه الآية تفسرها الآيات الأخرى، وتلك الآيات الأخرى تفسرها هذه الآية. معنى هذه الآية أنه لم يكن على طريق الرسالة والنبوة، فعلمه الله عز وجل ذلك بالوحي. قال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. الروح هنا هو القرآن، لأن به حياة القلوب. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما الذي بعدها؟ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ولذلك قال عز وجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: وعلمك ما لم تكن تعلم. بل إنه صلوات ربي وسلامه عليه امتثل لأمر الله عز وجل، فكان يقول: ربي زدني علما. إذا قيل لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم جحر الضب في متابعة هذه الأمة في أخلاقها وفي تصرفاتها؟ لماذا ذكر جحر الضب في متابعة هذه الأمة للكفار في أخلاقها وفي سلوكها وفي تصرفها؟ في حديث أبي سعيد في الصحيحين قال صلى الله عليه وآله وسلم: لتتبعن سننا. ويصح أن تنطق سنن، إن قلنا سنن يعني طريق واحد، سنن يعني طرق كثيرة. لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ لماذا ذكر جحر الضب؟ ذكر جحر الضب لأن جحره ملتوي في داخل الأرض، وهذا إن دل يدل على أن الكفار لو دخلوا جحوراً ملتوية
لتبعتها هذه الأمة، مما يدل على انهماك هذه الأمة في متابعة اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار، وليس هذا إقراراً منه صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هو تحذير منه صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الأمة. ولن تتبع الأمة كلها اليهود والنصارى، لا، في الصحيحين لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وذكرت هذا الحديث وهذه الفائدة حول جحر الضب لأننا الآن أصبحنا في تواصل مستمر وانفتاح عميق مع وسائل التواصل في رؤية ومشاهدة ما يفعله هؤلاء الكفار. فالحذر الحذر. هل أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الصحابة سيملكون فارس والروم وستفتح لهم البلدان من جهة الشرق والغرب؟ فالجواب نعم، في صحيح مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: زوى لي الله الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأبيض والأحمر، كناية عن الفرس والروم. فالله عز وجل بقدرة منه زوى الأرض للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، إما لأنه قوى بصره حتى رآها، أو وهو الصحيح أنه جل وعلا زوى الأرض فرآها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ليس ببعيد. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله في النصوص الشرعية: لا تقل لما ولا كيف، ليس لك حق أن تقول لما وكيف، إنما هو الانقياد والاتباع والاستسلام. لكن ما الذي جرى؟ ذهبت تلك المملكة التي امتدت من جهة الشرق والغرب وتسلط الأعداء على الأمة. ما السبب؟ ألم يخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك؟ بلى. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم لما دعا ربه ألا يسلط على هذه الأمة عدواً من سوى أنفسهم، فقال الله عز وجل: يا محمد إني إذا قضيت قضاء لا يرد، ثم قال: لن يسلط عدو على أمتك فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، بشرط، الأمة لن يتسلط عليها الأعداء أبدا بشرط، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا يقتل بعضهم بعضا. ولذلك لما وقع القتل في هذه الأمة كما جاء في صحيح مسلم هنا تسلط الأعداء، قال: ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. فإذا حصل القتل بين أفراد المسلمين هنا يتسلط الأعداء من كل حدب وصوب. لو قيل: هل أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن هذه الأمة سيقتل بعضها بعضا وحذرهم؟ فقل نعم، في الصحيحين قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقابا لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. والواقع يشهد بما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا قيل: هل أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن قبائل من هذه الأمة ستلحق بالمشركين؟ فقل نعم،
فقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند البرقاني قال: وسيلحق حي من أمتي بالمشركين. ما معنى هذا اللحوق؟ إما أن يلحقوهم حسياً، بمعنى أن يذهبوا إليهم في بلدانهم وأن يستوطنوا في بلدانهم قبائل من هذه الأمة، أو أنه لحوق معنوي، وإذا بأهل القبائل أصحاب الأعراف والعادات والتقاليد الطيبة الحسنة إذا بهم يتبعون في تصرفاتهم وفي سلوكهم وفي ملابسهم يتبعون هؤلاء المشركين. إذا قيل: هل أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن هناك من يتصدر لهذه الأمة وهو ضال فيكون عنده أتباع فيغرر بالمسلمين؟ فقل نعم. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند البرقاني: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. ولذلك عند أحمد: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان، يعرف كيف يتكلم. فكما أن هناك أئمة في الخير وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، كذلك جعل عز وجل أئمة ورؤساء في الشر، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. فالحذر، الحذر من هؤلاء الأئمة الذين يتسترون بلباس الدين، وللأسف وهم الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث حذيفة: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. إذا قيل: هل الجزيرة العربية معصومة من وقوع الشرك فيها كما يقوله بعض الناس أو بعض المستعلمين؟ فقل له: قد أخطأت خطأ عظيما، وهذا ضلال مبين. أما حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي تستدل به عند مسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، فمعنى هذا الحديث أن الشيطان لما رأى الناس في جزيرة العرب فيما مضى يدخلون في دين الله أفواجا، وقع في قلبه يأس أنه لن يوقع أحدا منهم في الشرك. لكن هذا إخبار عما وقع في قلب الشيطان، وليس المقصود أنه لا يقع حسا، بل إن جزيرة العرب ليست معصومة من وقوع الشرك فيها، بل قد وقع فيما مضى في الوقت القريب، وقد أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ووقع حسا وواقعيا. قال كما في الصحيحين: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات دوس حول ذي الخلصة، وهو صنم يعبد، وكان في الجزيرة العربية في سنوات متأخرة مضت حتى هدمته الدولة السعودية وفقها الله في أوائلها. فدل هذا على أن الجزيرة ليست معصومة من الشرك، دل هذا على أن الجزيرة العربية ليست معصومة من الشرك، وليس أحد معصوم من الشرك. فليسأل المسلم ربه في هذا الزمن أن يثبته على الحق حتى يلقاه.